إذن شهرزاد صباح الخير لك ولكل السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي. إذن مباشرة من قصر المؤتمرات الجديد، أين تنطلق فعاليات المنتدى 15 للطاقة وكذلك اجتماع الغير رسمي لأعضاء الأوبك. ضيف الصباح اليوم يختار لكم السيد خالد عمور، وهو مدير مؤسسة وهو مدير مؤسسة أعماك فوستر ويلر البريطانية، في مختصة في مجال الطاقة، ورئيس مكتب رجال الأعمال منتدى رجال الأعمال الجزائريين بلندن، وكذلك عضو ومجلس الإدارة للمجلس البريطاني الجزائري للأعمال. صباح الخير سيدي الفاضل. صباح الخير، السلام عليكم. إذن الجزائر اليوم تحتضن فعاليات المنتدى 15 للطاقة في الظروف التي تشهدها الأسواق الدولية، وهي تدني الأسعار واضطراب وعدم استقرار السوق. هذا المنتدى وأنت في أكبر شركة بريطانية مختصة في مجال الطاقة، ماذا يؤمل منه وكيف تراه بمنظورك كمختص ودكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر هو يعني opportunity، الناس باش يتلاقاو، منهم الأوبك ومنهم الغير أوبك، لدرس التباحث والتبادل التشاور، تبادل وجهة النظر وتشاور على كيفية الخروج من هذه الأزمة، يعني إذا أمكن، لأنه الأوبك وحدها ماهيش كافية باش تأثر تأثير إميديا، نعم مباشر والآن، يعني آني على الأسعار. نعم، هنا السؤال سيد خالد معمور، لماذا الأوبك لا تستطيع التأثير؟ الأوبك ما هيش الأوبك نتاع بكري، اللي هي كانت كانت لديها الحصة الأكبر، كانت عندها الحصة الأكبر تاع البي بروديكتور دي بترول. نعم. الآن الأوبك ريبريزونت بالك واحد 30 ولا جوست فوق 30% على من المنتوج العالمي. نعم. نعم، بمعنى 70% خارج السوق. هذا يقول لنا انه لوبك وحدها ماهيش كافيه باش تؤثر على الاسعار بصفه يعني مهمه. نعم. بصفه، لكن لوبك عندها انيفي على الاسعار، سورتو الا كان لي ممبر لي بلو غرو ممبر برودكتور نتاع في لوبك يتفاهموا انه ينقصوا في لا برودكسيون. نعم. ليدي هي انه اذا الناس تاع لوبك الكل يتفاهموا باش ينقصوا يعني لا برودكسيون، الاخرين يعني يتبعوا، لانه في سي دون لو انتيري. نعم. ولكن سيد معمور هناك مخاوف، ربما كما قلت يعني الأوبك تتحكم في السوق الدولية بنسبة 30%، ممكن مثلا السعودية من أكبر المنتجين أو إيران أو روسيا تقول لو انخفض أنا في الإنتاج ربما تروح لي خارج السوق، سوق الأوبك. صح، وصارت قبل على ديك الناس لي بروديكتور خايفين انه لو كان ينقص تروح له لا بار دو مارشي، وباش ترجع تديها لا بار دو مارشي سابرون بوكو طون. والان مثلا لو كان السعوديه تقول انا نقص مثلا اكس، ايران تقول لك انا لازم نبيع لاني عندي امبارغو سنين، الان تحلت لازم نبيع. نعم. ما تقدرش تقول لي نقص. مش هم في لا ميم بوزيسيون. نعم. كل بلاد عندها اون بوزيسيون بارتيكولير، وكاين بلاد اللي تقدر تعيش بان باريل ا 50 ولا 30 ولا وكاين بلاد ما تقدرش، لازم ان باريل اسيو.
نعم سورتو بوليز انفستيسمون. نعم خاصه كذلك انه الولايات المتحده الامريكيه اصبح مسموح لهم انهم يصدروا البترول. هذه جديده انه الولايات المتحده الامريكيه اول مره في تاريخها انه الكونغرس تاعهم يقول لهم فوز افي الدروا دو اكسبورت ديكسبورتي اول مره. دونك لي ستازوني نون سولمون ما بقاوش بي امبورتاتور غرو بي امبورتاتور مي ولا برودوي بي كي أوتو سوفيزان بلس إكسبورتاتور. نعم إذن هذه المعطيات أردنا أن نبدأ بهذه المعطيات هي معطيات واقعية في السوق الدولية. ولكن اجتماع الجزائر على أنه غير رسمي ولكن أخذ استقطاب كبير سواء إعلامي أو من ناحية التمثيل. لدينا 25 وزير نفط هنا في الجزائر، أكثر من 52 دولة مشاركة، 65 منطقة خاصة بالطاقة. إذن هناك استقطاب كبير، هناك كل دولة تريد أن تتخلص من الأزمة الواقعة فيها السوق الدولية. يوم أمس كانت السعودية أعطت إشارات جيدة، إيران كذلك أعطت إشارات جيدة. هل تتوقعون أنه سيكون هناك اتفاق، ولو أنه هذا الاتفاق حيكون تأثيره على 2017 أو؟ شوف إذا هناك اتفاق أولا ما يكونش رسمي، نتفهم يعني أنه حتى ولو كاين اتفاق ما هوش رسمي، لأنه باش يكون اتفاق رسمي لازم اجتماع رسمي للأوبك. هذا اجتماع كما قلت الاجتماع الرسمي يكون في فيينا إن شاء الله. طبعا إذا كان كاين اتفاق يعني فيربال غير رسمي كاين الاسبوار باش توصل الاتفاق نتاع صح كيف ابوتير على ريدكسيون لا برودكسيون. على هذيك الناس يلزون دو الاسبوار في هذا المؤتمر انه الحاله كاع تافونسي. نعم لانه يا دي لسبوار يا دو يا سورتو دو بون انتونسيون. نعم كاين اراده، كاين اراده منهم كل ان الناس حابين يوصلوها انه يزاريف ان اكور. نعم باسكو سان اكور او بيان سا ستابيليز با ولا سا ديغرانغول انكور. نعم بالنسبه لشركتكم اماك فوستر ويلر هي مختصه في البريطانيه، مختصه في مجال الطاقه، هل تتاثر بتدني الاسعار؟ طبعا شوف اماك فوستر ويلر مؤسسه تاع انجينيرينغ بترولير يعني اون با برودكتور. نعم ماناش كيما مثلا بي بي ولا اني ولا توتال ولا نو اون با برودكتور. هادوما سو سون نو كليون كيما سون اتراك سون نو كليون. نعم واش نديرهم حنا؟ نديرهم لي زيتود بور لور بروجي انفستيسمون. نعم بيان سور كنت في دي يعني انتم راح تكونوا اكثر متاثرين بتدني الاسعار لانه راح تقل الاستثمارات في هذا الجانب. اذا تقل الاستثمارات حنا متاثرين تريفيت. وحاجه اخرى حاجه اخرى انه كي تعود ان انتربريز كي يا لا تكنولوجي سا فو دير كو الي بلو كوتوز لي في با لي شوز سامبل في لي شوز كومبلكس ال سي فير لي شوز كومبلكس. Amec Fossil Wheeler font des choses très complexes, des études très complexes. Donc, tout ce qui est là, qui est là, il y a un moment de crise, les investissements dans les choses complexes n'avancent pas parce que les choses complexes sont en général assez chères. Donc, on est très vite affecté. Les choses complexes, il y en a peu. هل لاحظتم ذلك أنه بعض الدول قل فيها البحث عن استثمارات مجددا خلال أنه عامين سنتين لمدة سنتين والأسعار غير مستقرة؟ صح العالم الطاقة كامل متأثر بالأسعار هذه واللي يتأثروا الأولين هما الناس اللي كيون أفانسي في التكنولوجي دونك لور برودوي لور سيرفيس سون شير. نعم هذوك اللي متاثرين الاولين مثلا لي زانفستيسمون لو كان مدون اكزامبل تري يعني جينيرال تقسم لوفشور الاونشور. لوفشور يا موان دو موان زون موان دانفستيسمون وعلاش لوفشور اون جينيرال بلو شير دونك يا موان دانفستيسمون سورتو لوفشور بروفون.
ولا اللي صاب البيتومين في نعم. كندا ولا. سيد خالد معمور قلت أنت مدير مؤسسة أماك وكذلك رئيس مكتب منتدى رجال أعمال الجزائريين بلندن. نتحدث عن الجزائر بما أنك جزائري. الجزائر لديها فرص كذلك أن تتخلص فقط من متابعة سعر البترول. صح. صح. لدينا صح. هناك مشتقات البترول يعني فيها أموال تدور أموال كثيرة. الأسعار تاع البترول الآن للجزائر طبعا ينقص المدخول تاع الجزائر لكن سيتون تري غراند اوبورتونيتي للجزائر. وعلاش؟ باش بور ديفيرسيفي ليكونومي بور نو بلو ديبوندر دي هيدروكاربور بور انفستير dans la valorisation de ce qu'on vend, comme le raffinage, la pétrochimie, tout ça, l'aval pétrolier, pour aller vers un mix énergétique plus diversifié, pas juste pétrole ou gaz. Voilà. C'est une opportunité pour faire les changements et les réformes dont on a vraiment besoin. C'est l'opportunité, parce qu'on a moins de choix. نعم سواء تراك استعنت بكم على ما أظن لديكم سواء تراك ربحنا المشروع تاع ثلاثة ترو رافينري أمك فوسولوري سي ديجا اون تران داتر في سا افونس اون اسبير فير بوكو بلوس بور سواء تراك اي الجيري اي جو فري دو مون ميو بور فير ان سورت كو سوسي افونس و سورتو ك أمك فوسولوري اي اون انتربريز كي ا بوكو ديكسبيرينس dans ce domaine, surtout l'aval pétrolier. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour Sonatrach. Il suffit que qu'on fasse appel à nos compétences. بالنسبه لسونتراك كذلك ربما الجزائر هي من المنتجين للبترول والغاز بدرجه اكبر ولكن نحن بالنسبه للوقود كالمازوت والبنزين يعني نستورده مرات اخرى نصدره مره ونستورده صح لكن الامكانيه تخرجوا من نشوفوا انه الطلب بيزيد في الجزائر صح لكن كاين دون كوتي لازم il faut un petit peu de patience parce que باش كي تبدا حاجه لازم لها وقت باش توصل مثلا سي كو لو ريفامبينغ دو رافينيري دالجي va aider les trois raffineries qui sont qui dans les études sont en train d'être faites ça va aider une fois qu'elles sont réalisées ça va aider les autres projets de raffinage ça va aider tout ça ça va faire en sorte que inchallah الجزائر تبقى تولي autosuffisante في domestiquement, peut-être même exporté. Dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est produit utilisable, surtout transport, c'est ce qui bouffe le plus. Non. Transport, ou l'acteur. Les bus, les avions, les voitures, tout ça, il ne faut pas importer ça. Il faut petit à petit aller vers une autosuffisance. Et je pense qu'on va vers ça. بما أنك عضو للمجلس الجزائري البريطاني للأعمال, نسبة التعامل مع البريطانيين أين وصلت؟ هل هي مستقرة؟ هل هي في تطور؟ في تطور دائم. كل عام يا ميو. لي سيكتور اللي فيهم لي بريطانيك لهنا في الجزائر طبعا الانرجي كان بي بي كي ان سوبر ماجور مي كان اوسي مثلا الان فوستر ويلر اميك فوستر ويلر فو انفستير ان الجيري فو فير اتر بريزون فيزيكمون ان الجيري ايتترا مي يا اوسي دوتر دومين كوم لو فارماسيوتيك يا جي اس كا اي استرازينيكا دو تري غروز انتربريز فارماسيوتيك ان انجلتير اي او موند كي سون بريزون en Algérie, qui fabrique en Algérie. Qu'un Rolls-Royce qui fait des moteurs d'avion qui s'occupe de maintenance pour l'Algérie. Qu'un bien sûr l'apprentissage des langues, le British Council et potentiellement d'autres écoles qui viennent. Et puis il y a d'autres domaines qui sont peut-être un peu pas aussi visibles, mais il y a des choses qui avancent. L'éducation est l'une des choses les plus importantes que l'Angleterre exporte. كذلك البريطانيين معروفين يعني بالنظام البنكي والمالي. هذه il y a des étapes, il y a des démarches qui ont été faites.
Il y a des gens du FCE qui sont venus en Angleterre. On espère avoir une visite de la LSE, London Stock Exchange. J'espère en Alger, Inch'Allah, en Karib. Où il y a des pourparlers, il y a des choses qui avancent. Et on essaye d'utiliser leur expertise dans ce domaine, le domaine financier. C'est une plaque tournante de la finance mondiale. London. Sayyid Khaled Bamour, tu as probablement حضرت عدة منتديات للأوبك اللي كانت رسمية أو غير رسمية. كيف تلاحظ مستوى التنظيم هنا في الجزائر وهذا المنتدى من حيث تواجد من حيث اوكي نعم اولا لوبك ماهيش نتاعنا ما نروحش لوبك لوبك انفيت ساعات ناس sinon on n'est pas convié en général parce que c'est les membres برك maintenant l'organisation on n'a pas vu c'est le début مازال هذه سؤال ربما تسالوا لي vers la fin الحضور نعم هذا بدينا مازال حتى لوفرتور مازال الحضور jusqu'à présent je pense الحضور a l'air d'être très bien l'assistance في الايروبور وروح حتى نوصلونا هنا était excellente pourvu que le reste suive نعم ولا. لاحظنا كذلك انه تواجد اعلامي كبير تواجد اعلامي تقريبا على صح هذه حاجه يعني مهمه وكبيره وكاينه اون بريزونس تاع بوكو دو مينيستر اي تو اي بوكو دونتربريز جلوبال دونك طبعا هي مهمه والجزائر تفتخر انها صرات في الجزائر وماشي في بلاصه اخرى نعم هل سيكون لبريطانيا اي قرار هنا في الجزائر او راي بخصوص هذا الاجتماع غير الرسمي بالنسبه للتمثيل البريطاني يعني التمثيل البريطاني كان دي زونتربريز ما كانش انجلترا في با لا غران بريطانيا في با بارتي دو لوبيك و بار كونتر كاينه ان ماجور باسكو كاينه خمسه انتربريز جلوبال بتروليير منهم دو بريطانيك واحده بريطانيك 100% هي بي بي والثانيه نص بريطانيك نص هولنديه اللي هي شيل رويال شيل دونك يا La Grande-Bretagne a deux grandes entreprises qui sont présentes ici à ce Matamar, qui sont pétroliers, purs et durs. Autour de ça, il y a d'autres grosses entreprises qui sont dans le domaine pétrolier, mais qui ne sont pas forcément des producteurs. نعم. شكرا جزيلا لك سيد خالد معمور مدير مؤسسة أماك فوستر ويلر البريطانية في مجال الطاقة ورئيس مكتب منتدى الأعمال الجزائريين بلندن وكذلك عضو مجلس الإدارة للمجلس البريطاني الجزائري للأعمال على كل هذه التوضيحات وعلى تلبية الدعوة كما أشكركم يا سادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء كان هذا مباشر من قصر المؤتمرات الجديد نترك للزملاء الآن المجال لمتابعة هذا اللقاء بصوت وصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgeria.org